تمام. طيب خلينا نروح لبعض الشائعات اللي حصلت خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا تحديدا عن طاهر محمد طاهر وإعارته، وعن حسين الشحات وبيعه لأحد الأندية في السعودية، وعن محمد الشناوي ونادي النصر السعودي. نقدر نقول ايه في الثلاثة دول؟ بص يا كابتن، انا في اشاعات كتير طلعت، انا في اشاعتين طلعوا على طاهر محمد طاهر وبدر بانون، كانوا اشاعتين وبدر بانون طبعا. مش منطقيه، اشاعتين حاجه تضحك يعني، ان مش حاجه منطقيه خالص احنا نتكلم فيها اصلا، ان هم يطلعوا اعاره دلوقتي. بدر من احسن اللعيبه اللي في المكان، في المكان ده في افريقيا، لعيب محترم، شخصيه محترم جدا. طاهر نفس الكلام برضو، لعيب بروميسنج جدا، هيبقى من اللعيبه المحترمه في الكره المصريه، وشخصيه نفس الكلام برضه، حاجه لايقه على النادي الاهلي، فطبعا مفيش كلام ده خالص. حسين الشحات كان عنده عرض فعلا من احد الانديه السعوديه، نادي الحزم، كان عرض اعاره مده سنه، لكن كان في تمسك من لجنه التخطيط والمدير الفني ان هو يكون موجود معانا ما يطلعش. ايوه وحسين تقبل الكلام ده بمنتهى يعني منتهى الجمال، عارف اللي هو ما بالعكس كان ولا وصل الموضوع بشكل مالي ولا حاجه، كان مقدر النادي رافض عشان النادي عنده حسابات فنيه، فما كانش عنده مشكله خالص حاجه زي كده يعني. الشناوي ما جاتش حاجه خالص ليه من بره، نعم الكلام اللي اتقال كله في الاعلام كلام كلام كله مش حاجه رسميه، لو كان في كلام اتقال لكن حاجه رسميه جت النادي الاهلي محمد الشناوي ما كانش فيه خالص يعني. تمام. طيب خلينا نروح لمنطقة أخرى برضو، أليو ديانج وكلام كتير عن أحد الأندية في تركيا، أعتقد بشكتاش أو جلطة سراي، واحد من الأندية، جلطة سراي واحد من الأندية الكبيرة في تركيا. هل من الممكن أن يكون هناك شيء خلال الفترة القادمة في هذا الأمر؟ بص يا كابتن، احنا من بدري لما كنا بنتكلم على ديانج من اللعيبه المميزه جدا اللي احنا شايفين ان احنا ممكن يكون في استثمار مالي بعد لما خلاص احنا فنيا انا مش كويس قوي، فممكن ماليا يكون في استفاده، ما عندناش اي مشكله خالص. لكن في الاخر احنا جالنا عرض فعلا في جلطة سراي، وحصل كلام معاهم كتير قوي في القصه دي، بس في الاخر احنا عندنا يعني حد ادنى عشان نقبل عرض لأليو ديانج، وللاسف النادي جلطة سراي ما وصلوش، فلغايه دلوقتي هو معانا. لغايه هذه اللحظه اليو ديانج مكمل في النادي الاهلي. طيب بالنسبه لمروان محسن والاجاي، لا لسه كل حاجه في وقتها يا كابتن ان شاء الله، يعني موجود موجودين معانا في كده خالص، وربنا يسهل كل حاجه في وقتها. اذا الفريق او يعني الشكل اللي قدامنا ده هو الشكل اللي احنا هنقدر نمشي بيه خلال الفتره القادمه، او هم دول اللي هيبداوا فتره الاعداد يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله يعني. ان شاء الله.